السلام عليكم. تسرع الولايات المتحدة الأمريكية خطاها في سحب قواتها من أفغانستان وسط تحذيرات في دوائر أمنية وإعلامية غربية من مغبة ما أسموه إدارة الظهر لأفغانستان بعد انسحاب قوات حلف شمال الأطلسي الناتو منها. فبينما اعتبر رئيس المخابرات البريطانية السابق أليكس يونغر أن إهمال أفغانستان بعد مغادرتها فيه تهديد أكبر لمصالح بلاده وحلفائها، رأت صحيفة واشنطن بوست أن مستقبلاً قاتماً ينتظر مصالح الأمريكيين وحلفائهم بسبب سياسة بايدن في تلك البلاد، بسبب سياسة الرئيس الأمريكي جو بايدن في تلك البلاد. من جهتها حذرت روسيا من حرب أهلية أفغانية محتملة قد تنشب بعد خروج قوات الناتو. وسط هذه التصريحات والمواقف تواصل حركة طالبان على الأرض حصد نتائج اتفاق خروج القوات الدولية الذي وقعته مع واشنطن بسيطرتها على عشرات المناطق والمديريات في البلاد. التفاعلات السياسية والأمنية التي تشهدها أفغانستان اليوم تثير سيلاً من الأسئلة المتعلقة بمآلات الأوضاع في البلاد، ولعل أبرزها الأسباب الكامنة وراء سرعة الانسحاب الأمريكي من أفغانستان، وكذلك أسباب القلق الذي تبديه بعض الدوائر الغربية من هذه الخطوة، وأيضا مدى قدرة حركة طالبان على استعادة سيطرتها على البلاد والموقف الإقليمي والدولي من ذلك. أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى هذه الحلقة من برنامج حديث العرب التي تأتيكم تفاصيلها بعد متابعة التقرير التالي. مع إعلان الجيش الأمريكي إنجاز 90% من انسحابه النهائي من أفغانستان الذي بدأه في أيار الماضي، فإن حركة طالبان بدأت باستغلال الفراغ الأمني وباتت تسيطر على مناطق استراتيجية في عدد من الولايات أمام تقهقر الجيش الحكومي غير المهيئ لسد الفراغ الأمني، والذي فر منه نحو 1037 جندياً باتجاه الحدود مع طاجيكستان، في الوقت الذي تحقق فيه حركة طالبان مكاسب كبيرة ميدانياً، فإنها أعلنت عزمها تقديم خطة سلام مكتوبة إلى الحكومة الأفغانية الشهر المقبل، مؤكدة أن محادثات السلام ستصبح بوتيرة أسرع خلال الأيام المقبلة، وأشارت إلى أن طالبان لها اليد العليا في ساحة القتال، إلا أنها جادة للغاية بشأن المحادثات والحوار. فيما انتقدت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية سياسة الرئيس جو بايدن في ملف أفغانستان، وقالت إنها تؤسس لمستقبل قاتم لأمريكا والغرب، وإن نتيجة الانسحاب الأمريكي من أفغانستان ستكون كارثة على سكان البلاد البالغ عددهم 38 مليون نسمة. وفي رد على تقرير يفيد بأن الولايات المتحدة وحلف الناتو يريدان بقاء بعض القوات في أفغانستان بحجة توفير الحماية للبعثات الدبلوماسية، قالت حركة طالبان إنها تريد تطبيق اتفاق الدوحة مع أمريكا، والذي بموجبه تخرج جميع القوات الأجنبية من أفغانستان، وإن الحركة ستعلن قراراتها في حال بقاء القوات الأجنبية، فيما أبلغت السفارة الأمريكية في كابول الحكومة الأفغانية أن الولايات المتحدة ليس لديها خطط لإغلاق بعثتها الدبلوماسية مع تزايد المخاوف الأمنية بسبب تصاعد هجمات حركة طالبان. اتفاق انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان المزمع إنجازه نهاية آب القادم، والذي تم التوقيع عليه في قطر، يفتح الباب أمام تساؤلات كبيرة حول ما سيؤول إليه الوضع في أفغانستان وطبيعة علاقاته الجديدة والسياسات المستقبلية للبلاد في ظل أزمات وتوترات تعيشها المنطقة. إذن انسحاب أمريكي متسارع من أفغانستان وتقدم مضطرد لحركة طالبان على الأرض وقلق دولي من تبعات كل هذه التفاعلات. عن هذا الموضوع ينضم إلينا من العاصمة الأفغانية كابول الأستاذ فضل الهادي وزين، رئيس مركز أفغانستان للدراسات والإعلام، كما يكون معنا من مدينة زابل الأفغانية الأستاذ روح الله عمر الخبير بالشؤون الأفغانية، كما ينضم إلينا أيضا من العاصمة الباكستانية إسلام أباد الأستاذ البراء خالد هلال الصحفي المتخصص بالشؤون الباكستانية والأفغانية. أهلا بكم جميعا ضيوفنا الكرام. لو بدأنا من كابول أستاذ فضل، يعني يبدو أن الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن
يعني فاق سلفه دونالد ترامب حماسة ربما في قضية النأي الأمريكي، النأي بالنفس عن الصراعات في الشرق الأوسط، وقد يفسر هذه السياسة أو هذا النهج قراره بتسريع الانسحاب الأمريكي من أفغانستان حتى قبل أن تستتب الأمور لمصالح أمريكا في ذلك البلد. ما تفسيرك المبدئي لهذا الحماسة الأمريكية، لهذه الحماسة الأمريكية إذا صح التعبير في الانسحاب من هناك؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، تحية لكم ولمشاهديكم الكرام وشكرا على الاستضافة. أهلا بكم. أنا أعتقد أن الانسحاب الأمريكي من أفغانستان ليس انسحابا متسارعا، وإنما الأمريكان خاضوا أطول حرب لهم في أفغانستان، وطبعا وتكبدوا خسائر فادحة في هذا البلد من القتلى وأيضا الإنفاق المالي الضخم. لكن أستاذ فضل معذرة حتى نضبط هذه النقطة، هو انسحاب ربما بعد 20 عاما، ولكن هناك خطوات متسارعة، حتى وسائل الإعلام الأمريكية انتقدت سرعة الخروج ومفاجأة الأمريكيين بالخروج من قاعدة باجرام العسكرية التي هي القاعدة الأهم للأمريكيين. أنا لست هنا لأعلق على ما تقوله الصحف الأمريكية، أنا أريد أن أبدي رأيي، وأنا لو سمحت أنني أكمل. أنا أعتقد الانسحاب ليس انسحابا متسارعا، وإنما الأمريكان تعبوا وفشلوا في تحقيق ما جاءوا إليه إلى أفغانستان، وبالتالي حتى لو لم يكن جو بايدن أو أي رئيس أمريكي آخر لاتخذ قرار الانسحاب من أفغانستان، لأن الأمريكان كما هم يقولون وحسب التقارير التي تنشر في أمريكا والصحف الأمريكية وما يقوله بعض السياسيون الأمريكيون وأيضا بعض المحللين والأكاديميين، أن بقاء القوات الأمريكية في أفغانستان ليس لصالحها، وإنما من مصلحة أمريكا أن تنسحب أو تخرج قواتها من أفغانستان. فبالتالي أنا أعتقد أولا أن هذا الانسحاب ليس انسحابا متسارعا، وطبعا هذا انسحاب مدروس ومخطط، وطبعا إدارة ترامب من الحزب الجمهوري وأيضا إدارة جو بايدن من الحزب الديمقراطي، الاثنين كلا الإدارتين اتفقتا على الانسحاب. وحتى بايدن عندما جاءت إلى السلطة وقال نحن سندرس موقف الإدارة السابقة من القضية الأفغانية ومن الانسحاب في أفغانستان، ثم بعد الدراسة وبعد التقارير التي وبعد التحليلات اتخذت الإدارة الأمريكية بقيادة جو بايدن أن تنسحب القوات الأمريكية من أفغانستان. وأعتقد أن هذا لا يمكن للأمريكان، لا يمكن لهم أن يبقوا أكثر من هذا في أفغانستان، لأن هذا ليس لصالحهم، وأيضا يعني ظروفهم لا تسمح بالبقاء أطول من ذلك في هذا البلد. طيب لو ذهبنا إلى إسلام أباد أستاذ البراء، يعني حقيقة هناك تصريح لافت لرئيس المخابرات البريطانية السابق أليكس يونغر، قال فيه إن هناك قد ينشأ تهديد أكبر عن خروج قوات حلف شمال الأطلسي الناتو من أفغانستان. السؤال هو يعني ما طبيعة وما مستوى الخطر أو التهديد هذا الذي سينشأ عن انسحاب القوات الأمريكية في المستقبل؟ أنا أعتقد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساء الخير. أولا أنا أعتقد أن الولايات المتحدة وحلف الناتو الآن لم يعد ينظر إلى طالبان كتهديد كما حصل كما كان ينظر إليها سابقا، بحكم أنه يعني وقع اتفاقا معها، اتفاق سلام، وهذا الاتفاق يقضي بأن يقبل أنها مكون من المكونات الأفغانية المقبلة، الحكومة المقبلة، في حال قبل الطالبان إلقاء السلاح واللجوء إلى مائدة المفاوضات لتشكيل حكومة وحدة وطنية. التهديد الذي يتحدث عنه على ما أعتقد هو انزلاق البلاد إلى حرب أهلية، بحكم أن المشاكل في أفغانستان حقيقة هي مشاكل عرقية أكثر ما هي خلافات سياسية أو خلافات دينية، وتدخل فيها دول كبرى، فكل دولة من الدول الكبرى تدعم جهة ما في أفغانستان، وهذا الدعم من الصعب أن تتخلى عنه هذه الدول ليجلس الأفغان جميعا على طاولة واحدة، وهذا قد يؤدي بانزلاق البلاد مرة أخرى إلى حرب أهلية جديدة بين العرقيات الكبيرة التي تشكلها أفغانستان
أو أهمها عرقية البشتون التي تشكل أكثر من حوالي نصف السكان، لا نريد أن نفتئت على أحد، والعرقيات الأخرى كالطاجيك الأفغان والأوزبك. معذرة، يعني أليكس يونغر رئيس المخابرات البريطانية الأسبق لم يكن يعني رئيسا قديما لهذه المؤسسة الأمنية البريطانية، وإنما هو للتو خرج من هذه المؤسسة، ربما استقال في أيلول سبتمبر الماضي أو على وجه التأكيد. يعني ما طبيعة مستوى التهديد إذا لم تكن كما قلت أنت، إذا كانت حركة طالبان لا تشكل هذا المستوى من التهديد لمصالح الغرب، فعن أي تهديد يتحدث معنا؟ التهديد الذي يتحدث عنه، أنا كما قلت لك، الدول المجاورة لأفغانستان حاليا وأولها باكستان لم تعد مستعدة الآن لاستقبال سيل من اللاجئين في حال حصلت حرب أهلية. فإذا حصلت هذه الحرب ستكون حربا طاحنة وستكون خطرا على المنطقة كلها. باكستان استبقت هذا التهديد وسيجت حدودها، إذا والأفغان طبعا لا يعترفون أنها حدود دولية ويسمونها خط ديوراند، وهي حدود أمر الواقع بين باكستان وأفغانستان، قامت بتسييجها كما سيدت الحدود أيضا مع إيران حتى تمنع نزوح الأفغان عبر إقليم بلوشستان، لأن إقليم بلوشستان بالنسبة لباكستان الآن هو ثروة اقتصادية بحكم أنه يمثل رأس المشروع الصيني الحزام والطريق. لذلك الأفغان لو حصلت حرب أهلية ستحصل مذابح كبيرة بحكم أن هذه الدول أغلقت حدودها، وإيران كانت قد سلكت نموذجا سابقا أنها كانت تمنع اللاجئين من دخول الأراضي الإيرانية وكانت تقيم لهم معسكرات على الحدود، مما يتركهم أيضا عرضة للقتل. فلذلك يعني المخاوف هي انزلاق البلاد إلى جحيم من الفوضى، وليس لا أعتقد أنه يقتصر على أنه مثلا ستعود حركة طالبان إلى الحكم، ستعود الإمارة الإسلامية أو سيعود التشدد. هذا موضوع عودة حركة طالبان سنبحثه في المحور الأخير من هذه الحلقة مدى إمكانية هذا، لكن لو أذنت لي أن أعود إلى أفغانستان لأسأل أستاذ روح الله عن من مدينة زابل. طبعا يعني تحذيرات رئيس المخابرات البريطانية تزامنت مع تصريحات أو مقال افتتاحية لافتة في واشنطن بوست، وهي كبرى الصحف الأمريكية، تحذر فيها من مستقبل قاتم لحلفاء أمريكا نتيجة ما أسمته الانسحاب السريع أو المتسرع من القوات الأمريكية من أفغانستان. هل تشعر أن هناك قلق أمريكي أن أمريكا لم تتخذ الاحتياطات اللازمة لحماية نظام الحكم أو منظومة الحكم في كابول التي يسميها الأمريكيون حلفاءها ويسميها فريق من الأفغانيين عملاء؟ بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، تحياتي لكم ولجميع المشاهدين ولضيوفكم الكرام. أهلا وسهلا. أصلا كما تفضل به الأخ الضيف الكريم من كابول، أن الانسحاب الأمريكي من أفغانستان ليس متسرع، بل لا شك أن الخطوات التي يتخذها الرئيس بايدن الآن حاليا، أنه اكتمل 90% من الانسحاب للناتو من أفغانستان، يرى من الظاهر أنه ربما يترك أفغانستان في مستقبل قاتم لا يعرف مصيره. والحال أن العالم لو كان يعامل دولة أفغانستان والشعب الأفغاني بعقلية وكان يعامله كشعب حر في 2001 لما حدث كل هذه المشاكل. دولة أفغانستان لم تكن تهديدا قبل هذا ولم يكن تهديدا في المستقبل. أفغانستان في 2001 لما هجمت أمريكا، السفير الأفغاني في ذلك الزمن عبد السلام ضعيف في إسلام أباد طالب القوى الدولية بالتدخل في هذه القضية وطالبوا بتقديم الأدلة حول ذلك الهجوم. ولكن المشكلة أن غطرسة أمريكا، غطرسة البوش، هي لم تسمح لهم أن تقدم الدلائل. أفغانستان في ذلك الزمن أيضا لم يكن تهديدا، وحتى الآن القوى الدولية وبالأخص الولايات المتحدة لم تثبت أن الهجوم الذي نفذ في على وورلد تريد سنتر نفذ من أفغانستان، وهناك شكوك عدة حول هذه الهجمات. حاليا أيضا أفغانستان عبر تاريخها لم يكن أي تهديدا على الجيران ولم يكن أي تهديدا للغرب. أفغانستان هي دولة فقيرة وليس لها أي إمكانيات حتى تفكر في توسيع جغرافيا أو فكريا. يعني معذرة، أنت يعني تتفق مع الأستاذ فضل من أن هناك ليس هناك
تسرعا أمريكيا، وإنما هو انسحاب هادئ مخطط له منذ مدة طويلة. طب بما كمحلل سياسي وخبير بالشأن الأفغاني، بما تفسر تصريحات وسائل الإعلام، يعني صحيفة واشنطن بوست ينبغي أن تهلل لعودة القوات الأمريكية إلى البلاد، بينما الآن الواقع نراها بأنها تأخذ موقفا متقدما كما لو أنها وكالة استخبارات أو وزارة دفاع تتحفظ على هذا الانسحاب؟ ما تفسيرك لهذا الموقف؟ حتى ولو تحفظوا عليه وتحفظت عليه جميع الصحف، لم يبقى للقوات الأمريكية ولحلف ناتو أي خيارا سوى الانسحاب الكامل من أفغانستان. هؤلاء الذين ينشرون الأخبار أن أفغانستان سوف يكون خطرا على أوروبا وعلى أمريكا لا حقيقة لها. أفغانستان حاليا هدف الأفغان الوحيد هو الجلوس على مائدة واحدة فقط، وحتى يكون لهم دولة آمنة مطمئنة. ونحن كأفغانيين، وأنا على ما أظن حركة طالبان، الحكومة الأفغانية، الأحزاب السياسية والجهادية، لا أحد تنوي أن تستخدم الأراضي الأفغانية ضد أحد، ولن يسمح أحد بأن يكون الأراضي الأفغانية تهديدا لأي دولة مجاورة أو لدولة صديقة أو لدولة متحالفة مع أفغانستان. كل هذه التقارير هي تقارير التي تنشر حاليا أن أفغانستان سوف يكون تهديدا، هي سلسلة التقارير التي كانت تنشر من 2001 حتى الآن. ولكن كل هذا الغزو الإعلامي أنتج على فشل ذريع لأكبر قوة في أفغانستان. لو كانت هذه التقارير تنشر صادقة وعلى حسب الواقع لما تسببت كل هذا الفشل الذريع لأمريكا، ولما تسبب هذه الحرب الطويلة 20 سنة لأمريكا. ولكن الإعلام الغربي، الإعلان الأمريكي، هو شأنه أنه يريد أن تبقى القوات الأمريكية في أفغانستان وأن يطول هذا الحرب وأن تطول مشاكل الشعب الأفغاني، إلا أنها بعيدة عن الحقائق. طيب أستاذ فضل، لكن عمليا ومحاكاة لهذه التصريحات الغربية وهي تصدر عن دوائر مهمة وليست دوائر ثانوية، هل انسحاب الأمريكيين من أفغانستان يعني إدارة ظهر الغرب وأمريكا بالتحديد لأفغانستان، أم أن ثمة ترتيبات غير معلنة لضمان مصالح الغربيين في ذلك البلد؟ طبعا من الطبيعي جدا أن كل بلد أو كل كتلة جغرافية أو كتلة اقتصادية تبحث عن مصالحها في أي منطقة، ويكون مصلحة البلد أو مصلحة الحلف أو مصلحة الكتلة طبعا هي يعني هو الخيار الأول في قبل اتخاذ أي قرار، يعني هو شيء مهم جدا. ولكن طبعا يعني الغرب، حلف ناتو جربت في أفغانستان لمدة 20 سنة يعني من الحرب الشعواء في أفغانستان، وأيضا أنهم ألقوا أم القنابل على في أفغانستان وجربوا مختلف الأسلحة الجديدة بشكل معلن وبشكل غير معلن في أفغانستان. وحصيلة هذا الهجوم وهذا الاعتداء وهذا الاحتلال على أفغانستان كانت يعني مئات الآلاف من القتلى والجرحى، وطبعا الخسائر الاقتصادية في بنية تحتية في البلد وإلى ذلك. وفي النهاية أيضا فشلت تلك القوى في فيما أعلن أنها جاءت لأفغانستان وهاجمت أفغانستان لتلك الأغراض، هي فشلت في كل ذلك. الغرب لم تقيم في أفغانستان، يعني لم تساعد في أفغانستان في إقامة حكومة منتخبة من الشعب، حكومة صالحة لحكم البلد، وأيضا هي لم حتى في وعدها لتحقيق الديمقراطية في أفغانستان، طبعا حتى في هذا بصرف النظر عن يعني الملحوظات، لكن هي فشلت في ذلك وما أرادت أن تنجز هذا الشيء، وأيضا اقتصاد البلد. ويعني وبالتالي الغرب نيتو، يعني قصدي الولايات المتحده على راسها الولايات المتحده الامريكيه، هي فشلت. فبالتالي يعني الخروج والانسحاب هو الخيار الامثل للولايات المتحده الامريكيه للخروج من مستنقع افغانستان، لانها ايضا هي خسرت اشياء كثيره جدا، وما انا اشرت في بدايه حديثي الى بعد التكبد الولايات المتحده الامريكيه خسائر في افغانستان. طيب
لذلك يعني الغرب طبعا نحن نعيش الآن في ظل العولمة وفي ظل تشابك الاتصالات، يعني لا أفغانستان تريد أي حكومة عندما تأتي إلى لتحكم أفغانستان لا تريد أن تقاطع العالم، بل أفغانستان تعتبر نفسها جزءا من العالم من العالم. حتى حركة طالبان في تصريحاتها وفيما يقول المتحدثون عنها دائما هي تتحدث عن أنها تريد علاقات طيبة مع العالم وتريد أن تعيش تعيش أفغانستان بسلام من العالم، والعالم أفغانستان لن تكون تهديد لأي بلد. وأيضا الدول الأخرى سواء دول الجوار بالمنطقة أو الغرب أيضا هم من مصلحتهم أن تكون لهم علاقات طيبة مع أفغانستان ومع الشعب الأفغاني، وإن كان أخلاقيا عليهم أن يساعدوا هذا البلد لأنهم أسهموا في تدمير البلد، فبالتالي أخلاقيا عليهم حتى لو لم يكن مسؤولية حقوقية وقانونية، يعني عليهم أن يسهموا في إعادة إعمار البلد. وأيضا عليهم وبشكل أهم، لو سمحت أن تسمح لي أن أكمل هذا، أن من أهم كل شيء أن يبذلوا جهدهم في تحقيق السلام في أفغانستان، لأن الغرب الولايات المتحدة الأمريكية بشكل عام لها علاقات ولها نفوذ وتأثير للحكومة الأفغانية، وأيضا لها علاقة طيبة مع حركة طالبان بعد تنقية اتفاقية الدوحة. فعليها يعني هي عليها أن تبذل قصارى الجهد لترغيب طرفي النزاع الأفغانيين، حركة طالبان والحكومة الأفغانية، إلى طاولة المفاوضات وإلى توصل إلى السلام في أفغانستان، لأن استمرار الحرب في أفغانستان لا 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 يدمر فقط أفغانستان ولن استمرار يعني الحرب. لن يكون استمرار الحرب يؤثر على المنطقة والعالم السلام العالمي أيضا. طيب استمرار الحرب وهو مرتبط بمسار الصراع وما يترتب عن خروج القوات الأمريكية والدولية من أفغانستان هو ما نبحثه بعد وقفة قصيرة. أسعدكم الله، ما زلنا سويا في الحديث عن انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان وأثره على مسار الصراع في البلاد. أستاذ براء، يعني نظر إلى إسلام أباد على أنها لمدة طويلة أنها كانت حليفا لحركة طالبان وربما كانت أحد روافد هذه الحركة في مقاومة الأمريكيين في البلاد. كيف تنظر باكستان إلى خروج القوات الدولية من أفغانستان خصوصا في ضوء تصريحات السيد عمران خان رئيس وزراء باكستان الذي قال إن بلاده لن تسمح أن تكون باكستان قاعدة لأي عمليات أمريكية في مكافحة ما يسمى بالإرهاب؟ ما موقف باكستان الحقيقي من هذا الخروج؟ نعم، باكستان طبعا الآن هي سعيدة جدا بخروج القوات الأمريكية من أفغانستان، وهي الآن تقف بشكل كما نقول بشكل تلقائي إلى جوار حركة طالبان لأسباب كثيرة، أهمها أسباب عرقية، لأن أولا أن حركة طالبان حاضنته الأساسية هم البشتون، والبشتون لهم امتداد كبير في أراضي باكستان، وباكستان لم تعد الآن مستعدة لأن تخوض تجربة جديدة مريرة حينما وقفت إلى جوار قوات الأمريكية في عام 2001 وسهلت دخول قوات الناتو إلى أفغانستان، فعانت باكستان 20 عاما من التفجيرات والاغتيالات والحوادث الأمنية، وظهرت حركات انفصال مثل حركة طالبان باكستان وغيرها. الباكستان الآن لا تريد أن تخوض هذه التجربة مجددا، لذلك اختارت الوقوف تقريبا إلى جوار حركة طالبان. فالحلف بين طالبان وباكستان الآن هو حلف تلاقي مصالح لنقل، لأن طالبان كما نعرف هي حركة إسلامية أيديولوجية لها تفكير معين، وباكستان هي دولة لها قانون، فيعني لا نستطيع أن نقول أن حركة طالبان هي ربيبة باكستان،
وإنما هما جهتان تلاقت مصالحهما. طالبان تريد سندا قويا في المنطقة، وأكبر سند يمكن أن يكون في المنطقة هي باكستان، وباكستان اختارت أن تقف إلى جوار الأكثرية في أفغانستان لتفادي والأكثرية والأقوى. الآن حركة طالبان، لكن بالمقابل لا يمكن أن تكون حركة طالبان هي يعني عصا باكستانية إذا صح التعبير لتحقيق نفوذ ما في توليفة السلطة داخل باكستان داخل أفغانستان؟ نعم بالضبط. يعني باكستان ترى أن أفغانستان هي منطقة نفوذ لها، وحركة طالبان هي الخيار الأمثل لتحقيق هذا النفوذ، لأنها تمثل الأكثرية أولا، بسبب امتداداتها العرقية في داخل باكستان. إذا عرفنا أيضا أن عمران خان هو أيضا من عرقية البشتون، عمران خان ووزير دفاعه برويز خطك وكثير من القيادات العسكرية هم من نفس هذه العرقية، فيجدون أنفسهم تلقائيا يقفون إلى جوار هذه الجهة التي تمثلها طالبان. لكن هو وقوف حذر كما نقول، يعني لا تريد باكستان من طالبان أن تستمر في القتال، تريد فعلا من طالبان أن تجلس إلى جوار الحكومة الأفغانية وأن تدخل في الحكومة المقبلة، لأنه ليس بالإمكان لحركة طالبان أن تسيطر على البلاد من جديد وأن تحكمها كما حكمتها في عام 1996. لذلك باكستان تدرك هذا الأمر ولا تريد من حركة طالبان أن تعود إمارة إسلامية. بالمقابل مثلا هناك عرض تركي الآن لإدارة مطار اسطنبول، باكستان إلى الآن لم ترحب بهذا العرض بشكل صريح، كما أنها لم تعارضه بشكل صريح رغم الزيارات الكثيرة والمتكررة التي تم تبادلها بين تركيا وباكستان، وقطر أيضا دخلت على الخط كداعم للموقف التركي، لكن إلى الآن موقف باكستان غير واضح، يشوبه الغموض، كما قلنا لأنها تعتبر أفغانستان منطقة نفوذ لها، وتستخدم حركة طالبان كخيار أمثل، بحيث أنه إذا حصلت حرب أهلية لا قدر الله في أفغانستان، فإن البشتون سيكونون نوعا ما في مأمن ولن يتدفقوا إلى باكستان، بعكس إذا كانت باكستان تريد أن تقف إلى جوار الحكومة فإن عليها أن تدعم الحكومة بالمال والسلاح والتغطية الجوية والتدريب والرجال، والحكومة مكونة من غالبا من أقليات وجماعات عرقية صغيرة. طيب هنا ربما أحد أكثر الأسئلة إلحاحا في المرحلة المقبلة، وهنا أسأل الأستاذ روح الله في زابل، كيف سينعكس خروج القوات الدولية على الأوضاع السياسية والأمنية في أفغانستان؟ لا شك أن الخروج لجميع القوات الأجنبية من أفغانستان هو سوف يكون نقطة التحول السياسي والأمني في أفغانستان. لو خرجت جميع القوات الأجنبية من أفغانستان فلا أظن أن الحكومة الأفغانية سوف تبقى أشهرا فقط، لما أن الاقتصاد الأفغاني كما تعرفون هو يعاني. نحن نعرف هنا في الإعلام المحلي ننظر أن القوات الأفغانية التي تسكن في المناطق النائية من المدن الرئيسية هم لم يحصلوا على الرواتب من 6 أشهر، حتى أن البعض لم يحصلوا على الرواتب من سنة واحدة، والآن حركة طالبان تسيطر على المعابر التجارية مع طاجكستان مع تركستان مع إيران، لم يبقى إلا المعابر التجارية لباكستان فقط، فلو سيطرت حركة طالبان على هذه المعابر أيضا فإذا ماذا سيكون منفذ للاقتصاد لحكومة كابل؟ فالأمن الآن أيضا المعنويات الجنود أيضا انهارت لأجل أنهم سمعوا أن القوات الأجنبية خرجوا 90%، فهم يستسلمون يوميا 300 200 اليوم الآن حاليا. سمعت في الأخبار أن المديرية بولاية هيرات سقطت واستسلمت العشرات وفر الكثيرون إلى تركمانستان، كما شاهدتم فرار الجنود اليوم في هيرات إلى إيران، وكذلك فر الجنود إلى طاجكستان. معنويات الجنود انهارت لأجل خروج القوات الأجنبية من أفغانستان، لأن الحكومة الأفغانية والجنود الذين يعملون في الحكومة الأفغانية لم يكن يتخيلون أن القوات الأمريكية سوف تتركهم يوما بلا سند، لأن القوات الأفغانية كما يعرفه الجميع لا يمكنهم أن يقاتلوا طالبان لوحدهم، بل كانوا يقاتلون طالبان لأجل تغطية جوية أمريكية. الآن لما انتهت التغطية الجوية الأمريكية فحركة طالبان تسيطر يوما على 24 مديرية، حتى لم يقل حتى الآن أقل المديريات التي سيطرت عليها طالبان في يوم واحد 9 مديريات. أنا أتذكر أن حركة طالبان لما كانت تسيطر في 2 أو 3 أشهر على مديرية واحدة فكانوا يفرحون كثيرا جدا، والآن حاليا هم يسيطرون على 10 مديريات. ذلك يدل أن خروج القوات
الأجنبي من أفغانستان هو نقطة التحول الأمني الكبيرة في أفغانستان والأساسية. لذلك أنا على ما أظن لو خرجت القوات الأجنبية من أفغانستان سوف تتغير نظرية المنطقة كذلك باتجاه حركة طالبان، وسوف ترتفع معنويات الطالبان مزيدا، وسوف تنهار معنويات الجنود الأفغان مزيدا، وربما تسقط الولايات كذلك بأيدي حركة طالبان. نعم، وهذا يرتبط بالحديث عن نوايا حركة طالبان الذي سنؤخره إلى الحديث عنه إلى ما بعد الفاصل، لكن دعني أعود إلى كابول لأسأل أستاذ فضل في حساب المكاسب والخسائر داخليا وخارجيا، من المستفيد الأكبر من خروج القوات الدولية من أفغانستان ومن الخاسر؟ طبعا إذا خروج القوات الأمريكية وإنهاء الاحتلال في أفغانستان، احتلال أفغانستان من قبل القوات الأمريكية، هذا مطلب لجميع، يعني وحسب ما هو نعرف عن تاريخ أفغانستان، وهل الفطرة الإنسانية لا تقبل أن تكون جنود أجنبية داخل البيت، والإسلام أيضا يرفض ذلك، وطبعا تاريخ أفغانستان يشهد بأن الأفغان دوما في على مدار التاريخ أنهم دائما قاتلوا الغزاة والمحتلين، وطبعا في خلال اقل من الزمن يعني الشعب الافغاني واجه على الاقل في التاريخ الحديث 3 قوات غازيه محتله، بريطانيا العظمى التي انكسرت شوكتها في افغانستان، وايضا الاتحاد السوفيتي ايضا يعني في التاريخ الحديث انهزمت وانكسرت شوكتها وسطوتها في افغانستان، وان الامريكان حسب هم يعترفون انهم يقولون نحن انهزمنا في افغانستان، الجنرالات الامريكيه يقولون هذا الشيء، لكن اذا كان هذا الانسحاب مصحوبا بجلوس الافغان على طاوله المفاوضات، يعني محادثات بين حركه طالبان وايضا الحكومه الافغانيه وممثلين من الاحزاب، حيث يعني يقرروا مستقبل البلد، وحتى تعود أفغانستان إلى الاستقرار السياسي وإلى الأمن، وطبعاً الاستقرار السياسي سيجلب الاستقرار الاقتصادي وإذاً الاستقرار الاجتماعي. لكن أنا مهتم منك حتى لا يدركني الوقت أستاذ فضل، يعني أنا مهتم أن أعرف من جنابك عن المستفيد الأكبر من خروج الأمريكيين من أفغانستان. أنا أقول هذا الشيء، أنا ساتذة، لكن المستفيد إذا كان هذه الصورة، إذا الأفغان اتفقوا مع بعضهم البعض على السلام وعلى إيقاف القتال في أفغانستان، فالمستفيد من هذا الشعب الأفغاني وأين المنطقة والعالم كله، ولكن إذا استمر القتال والحرب، استمرت الحرب في أفغانستان وقتل الأفغان قتل يعني، واستمرت معاناة الشعب الأفغاني بسبب القتال الذي أصبحت أفغانيا بكل أسف، يعني يعني في هذه الصورة طبعا الشعب الأفغاني لا يستفيد من هذا الانسحاب، لأن الانسحاب إذا لم يؤدي إلى استقلال البلد وإلى استقرار البلد أيضا وإلى إنهاء معاناة الشعب الأفغاني الذي ذاقت ويلات الحرب، إذا لم هذا الانسحاب إذا لم يجلب الشعب الأفغاني يعني الاستقرار والهدوء والأمن والازدهار والانسجام السياسي والتوافق السياسي وأيضا قبول الآخر والجلوس معه، يعني فلن يستفيد أحد، لا الشعب الأفغاني ولا المنطقة، لأن الحرب تؤثر تدمر أفغانستان وما تبقى من أفغانستان، وأيضا هذه الحرب ستؤثر على دول المنطقة ودول الجوار، وأنتم تعرفون الآن القلق الموجود في طاجكستان والآسيا باكستان وبقية الدول، بالتالي أفغانستان إذا كما قال الشاعر دكتور محمد إقبال يعني قبل نصف قرن وأكثر من 70 سنة من الآن، أفغانستان هذا قلب قارة آسيا، إذا استقرت أفغانستان وازدهرت أفغانستان فيكون آسيا كلها بخير ويكون فيها الاستقرار، أما إذا كانت أفغانستان فيها المشاكل وفيها الحروب وفيها عدم استقرار فهذا سبب يؤثر كل العالم، آسيا بدرجة ستأثر، بالتالي فإذا فجوابك يعني جوابا على سؤالك، إذا انسحاب القوات الأمريكية إذا أدى هذا الانسحاب إلى إيقاف القتال و استقرار البلد والعودة إلى أمن وإعادة الأمن والسلام إلى أفغانستان، فطبعا المستفيد الأكبر الشعب الأفغاني، وهذا الشعب يرحب ويحتفل، وأما إذا استمر القتال بهذا الشكل فبالتالي سيكون يعني طيب. يعني لن يكون الاستفادة كما ينبغي من هذا الانسحاب الذي هو مطلب لكافة الشعب الأفغاني وجميع الأفغان.
طيب أستاذ براء، يعني عطفا على ما قاله ضيفنا في كابول، واستنادا إلى تصريحات الروس من أن حربا أهلية أفغانية محتملة قد تنشب بعد خروج القوات الأمريكية من البلاد، هل المزاج السياسي والشعبي في أفغانستان يرشح البلاد لمثل هذه الحرب التي يتحدث عنها الروس؟ المزاج الشعبي والسياسي طبعا، إذا كنا نتحدث عن الطبقات العامة، عن الأفغان بشكل خاص، فطبعا الحرب، لا أحد يريد هذه الحرب. والحرب الأهلية، يعني نستطيع أن نقول أن كل دولة من دول المحيط تدعم يعني جماعة سياسية أو تدعم حزبا سياسيا أو تدعم عرقية مختلفة، والذين يطلقون هذه التحذيرات هم الذين يدعمون العرقيات الصغيرة أو الأحزاب الصغيرة التي قد تكون هي الجهات الخاسرة. وأنا هنا أتحدث يعني للأسف دون مجاملة للأصدقاء الأفغان من شتى توجهاتهم، يعني فإن هذه الدول التي نسمع أصواتها، مثلا إيران الآن هي تتخوف على الأقلية الشيعية، أقلية الهزارة، والآن اليوم هي استضافت حوارا بين الحكومة وبين طالبان، وأعلنوا يعني في مؤتمر صحفي مشترك أنهم سيتفاوضون في المستقبل. الذي أعنيه أن الحرب الأهلية، الذي يتخوف من الحرب الأهلية طبعا هي جهة الحكومة التي تركت الآن بلا سند بعد خروج الأمريكان، والأمريكان حقيقة تركوهم ليواجهوا مصيرا، نستطيع أن نقول مصيرا مجهولا، تركوا لهم الحبل على الغارب، رغم أن القوات الحكومية قوات كبيرة لكنهم يلقون السلاح بشكل سريع، يعني يأتي مسلحو طالبان على دراجات النارية، والقوات الحكومية كما حصل اليوم في قلعة ناو في باد جيس دخلوا بالدراجات النارية إلى وسط البلدة، مع أن الاتفاقية بين طالبان والأمريكان أن لا يسيطروا على عواصم الأقاليم أو على العواصم الإقليمية الرئيسية، سيطروا اليوم على مركز مديرية، أعتقد أنه في نوع من استعراض القوة لأنهم دخلوا في الدراجات النارية وخرجوا، رغم أن القوات الحكومية بمدرعاتها ويعني تسليحها الكبير هربت، فرت من المكان ثم عادت إليه بعد مغادرة طالبان. نعم. بمعنى أن هذا التخوف الروسي هو تخوف الدول التي تدعم الأقليات التي قد تكون خاسرة في الحرب الأفغانية، التي أعتقد أنها لو حصلت حرب الأفغانية لا قدر الله فإنها لن تطول طويلا، ستكون حربا قاسية، ولكن هناك جهة أقوى قد تسيطر على أفغانستان وهي حركة طالبان، ولكنها لن تسيطر بهذا المعدل السريع الذي نراه الآن، لأنها لا أعتقد أنها ستتجرأ على السيطرة على كابول وقندهار والمدن الكبيرة وعلى عواصم الأقاليم، لأنها لا تريد الآن أن تثير المجتمع الدولي، طالما أنها تسيطر على مديريات غير الرئيسية ولا تدخل في مجابهة مع القوات الأجنبية المغادرة، فيعني انها طالبان الى الان رغم تقدمها السريع فانها تتقدم بشكل حذر جدا، وان الحرب الاهليه نستطيع ان نقول ان كفتها راجحه الى جوار طالبان بسبب الدعم الباكستاني المفتوح للحركه، وبسبب قوه الحركه من جهه اخرى، وبسبب ضخامه العرقيه التي تمثلها الحركه. نعم. طيب سيد روح الله، حقيقه حينما قررت واشنطن الانسحاب، قررت أو أجبرت أيا يكن على الانسحاب من أفغانستان، فإنها تفاوضت مع حركة طالبان وليس مع الحكومة الأفغانية، وأبرمت معها اتفاقا تنص إحدى فقراته على أن لا ينبغي لأفغانستان أن تشكل تهديدا لمصالح الأمريكيين وحلفائهم في المنطقة. من الناحية الاستراتيجية، كيف يقرأ من قبلكم كخبراء بالشأن الأفغاني هذا الاتفاق السياسي وتحديدا هذه الفقرة من الناحية الاستراتيجية؟ نعم، أصلا سؤالك يشتمل على جزئين. الجزء الأول أن القوات الأمريكية فاوضت حركة طالبان لوحدها وليست الحكومة، والجزء الثاني أن اتفاقية الدوحة تنص أن لا تستخدم الأراضي الأفغانية ضد أحد. فالجواب على السؤال الأول، أصلا أن ما ينكر أرض الواقع أو ما ينكر القوة الحقيقية سيعترف به يوما ما، والأفضل أن يعترف بالقوة الحقيقية وبأرض الواقع في أول الوهلة. حركة طالبان هي كانت قوة الأرض الواقع في أفغانستان، ولكن العالم تجاهلها. حركة طالبان في البداية طالبت اللجوء، طالبت العيش كمواطن عام، ولكنه أعطي خيارين، إما السجن وإما الموت.
فهؤلاء لما أنكروا هذه الحقيقة في الأخير بعد 20 سنة من القتل، يعني بعدما تعبت أمريكا من قتل طالبان، حقيقة أمريكا لم تخسر من طالبان، بل هؤلاء تعبوا من قتل طالبان. حركة طالبان ما تركت المقاومة 20 سنة، وما تعبت من 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 المقاومة ضد القوات الأمريكية رغم قلة اعتادها العسكري. فهؤلاء أخيرا أدركوا أن القوة الوحيدة في أفغانستان هي حركة طالبان، ولذلك رغم كل الأحزاب السياسية والجهادية، نعم، رغم القوى الحكومة الأفغانية، هؤلاء فاوضوا حركة طالبان وجعلوا حركة طالبان، نعم، متمثلة للشعب الأفغاني بأكمله. ثانيا، ما كيف ننظر نحن كمحللين لهذا الشرط أن لا تستخدم الأراضي الأفغانية ضد أحد؟ أنا حسب رأيي وافق على هذا الشرط، والأفضل أنه جزء من هذه الاتفاقية، لأن هذه الإشاعة أن الأراضي الأفغانية سوف تستخدم لو خرجنا من أفغانستان، الأراضي الأفغانية سوف تكون خطرا على أوروبا وأمريكا، هذه النقطة كانت يستعملها الجنرالات الأمريكية والغربية حتى تمهدوا وحتى يطولوا وجودهم العسكري في أفغانستان. فحركة طالبان فهمت الشعب الغربي والشعب الأمريكي أنهم لا يريدون الضرر، إلحاق الضرر بأحد، وأنهم لا يريدون إلحاق الضرر بالجيران. فإذا لن تبقى للحكومة الأمريكية، طيب، ولا للقوات الغربية أي نقطة للبقاء في، طيب، أفغانستان. طيب. هؤلاء جاؤوا لإخراج القاعدة من، طيب، أفغانستان. أعتذر عن مقاطعتك أستاذ روح الله، يعني بقي القليل من الوقت، سأحاول جاهدا أن أعود إليك، لكن لو ذهبنا إلى كابول، وأرجو الاختصار من ضيوفي الكرام لإدراكنا الوقت، بالنسبة لأداء حركة طالبان على الأرض أستاذ فضل ومواقفها، طبعا هل يمكن الاستنتاج بأن محاولة إعادة بسط الحركة سيطرتها على الأرض أمر موضوع على جدول أعمالها؟ طبعا هو الخيار الأول هو السلام، يعني نحن الآن في أفغانستان أمامنا خيارين لا ثالث لهما، إما السلام والحل السلمي للصراع الأفغاني والأزمة الأفغانية التي لها جذور طويلة تمتد إلى 4 قرون من الزمن، وإما الحرب. ففي غياب محادثات السلام وفي غياب جهود السلام وفي غياب إرادة حقيقية للتوصل إلى حد سلمي لإنهاء الصراع في أفغانستان، تبقى الحرب هو الخيار الوحيد. وبالتالي ما يجري في أفغانستان في غياب جهود السلام متوقفة وشبه متوقفة، وإن كان اليوم في مفاوضات في طهران، طبعا هذا جيد وخطوة إيجابية في هذا الصدد، والبيان الذي صدر من طهران اليوم من قبل الطرفين من حركة طالبان، وإذا الوفد الذي جاء من ذهب إلى زيارة طهران من أفغانستان، وطبعا هذا خطوة إيجابية وخطوة مهمة، يعني فيها نقاط أساسية لإنهاء الصراع في أفغانستان. وطبعا نريد تستمر يعني هذه المحادثات. فإذا توقفت جهود السلام وضعفت، فالخيار الوحيد هو الحرب، كل طرف سواء حركة طالبان أو الحكومة تحاول يعني توسع، نعم، توسع جغرافيا وتستولي تسيطر على فوق جغرافيا اكثر، وطبعا الحرب فيها تكبد الخسائر والخسائر في الارواح والعتاد وممتلكات الشعب الافغاني. ف يعني حركه طالبان هم الافغان، والحكومه ايضا هي حكومه من ابناء الشعب الافغاني، لكن الحل الوحيد يعني هو الحل الامثل والذي يقوله الشرع والدين والعقل، أن لا تستمر الحرب، تتوقف الحرب وتبذل الجهود، تتصارع الجهود الحل السلمي في أفغانستان، لأن استمرار الحرب لأن التضرع باستمرار الحرب، الذرائع كثيرة جدا، يعني كل واحد عنده عشرات من الذرائع والأدلة لاستمرار الحرب، لكن هذه الحرب استمرار الحرب هذه ليست لصالح حركة طالبان وليست لصالح الحكومة، وإنما الخاسر الأكبر لاستمرار هذه الحرب الشعب الأفغاني الذي يقتل أبناؤها سواء في هذا الجانب من الخط وفي الطرف المقابل للخط، يقتل يوميا وتدمر أفغانستان. وبالتالي هذه الحرب، وهذا شيء إيجابي طيب جدا، أن حركة طالبان والحكومة اليوم اتفقوا في إصدار البيان في من طهران، فقالوا أنهم يعني هم لا يرون أن الحرب هي الخيار الأمثل
والصحيح. لكن هذا الكلام استاذ فضل، معذره، هذا الكلام الذي تقول انهما اتفقا، ربما الوقائع على الارض تكذبه من استمرار القتال وتقدم حركه طالبان على الدوام. يعني دعني انتقل الى باكستان، ربما يكون مفهوما الموقف الامريكي من لو سمحت ارجو المعذره، يعني ادركنا الوقت وعندي ضيفان باقيين، لو اذنت لي. لو سمحت يا اخي، لو 20 ثانيه يا اخي الكريم. تفضل. يعني يا اخي الكريم، انهم الان قال اتفقوا وفد حركه طالبان رفيع المستوى، وفد الذي ذهب من كابول اصدروا بيان بعد في نهايه هذه المفاوضات، وقال سنستمر في المفاوضات، وهذه نقطه ايجابيه، يعني هذه نقطه جيده. انتم لماذا يعني يجب لا تفرحوا باستمرار الحرب في افغانستان، ويجب ان هذه الحرب تنتهي اخي الكريم. هذه الحرب ستدمر افغانستان وتدمر دول المنطقه والجوار ككل، يعني فبالتالي ليس من دواعي الفرح استمرار الحرب في افغانستان. نحن فقط نسال، والافغانيون هم من يقرروا. اذهب الى باكستان استاذ براء، ربما يكون مفهوما الموقف الامريكي بانها تركت افغانستان، رفعت يدها عنها وتركتها لاهلها، لكن ما ليس واضحا حتى الان هو الموقف الاقليمي، وهو موقف حاسم ومؤثر في قضيه تمدد نفوذ طالبان في أفغانستان. ما الموقف الذي يمكن أن يلحظ إقليميا من جراء تمدد طالبان أو استعادة سيطرته على البلاد، أو هذه الفرضية على الأقل؟ أنا أولا يعني أقدر حرقة الدكتور فضل وهو أستاذنا الكريم التي يتكلم بها، وهذا ما نتمناه جميعا لأفغانستان، أن تتوقف الحرب وأن يتفق جميع الأطراف على خيار، على حل وسط. لكن الدول الإقليمية، إذا جئنا أهم الدول الإقليمية المؤثرة في الحرب في أفغانستان، هي باكستان التي هي نوعا ما مرتاحة للتقدم الذي تحرزه حركة طالبان، لأنها تعتبر حليف لها، وهي متخوفة من عودة الفصائل الانفصالية التي تعمل في باكستان، وخاصة أن الهند كانت تلعب في باكستان في أفغانستان ضد باكستان، وتدرب فصائل انفصالية باكستانية. وإن حركة طالبان، تمدد طالبان، سيضمن لباكستان عدم إعطاء مساحة للهنود للعب في أفغانستان، وعدم عودة هذه الحركات الصغيرة من طالبان باكستان والانفصاليين بلوش وغيرهم. أما بالنسبة لإيران، طبعا هي متخوفة جدا على الأقلية الشيعية وأقلية الهزارة التي كانت يعني تمثل جزءا كبيرا من الحكومة، وهي تسيطر على منتشرة في وسط البلاد في إقليم باميان وفي كابل وما حولها، وفي الشمال في مزار شريف. أما روسيا طبعا فهي أيضا يعني تملك تخوف كبير، بحكم أنها الدولة الرئيسية في آسيا الوسطى، هي التي تسيطر على سياسة آسيا الوسطى، وهي أيضا متخوفة جدا. أما تركيا فتريد أن تلعب، تركيا وقطر هم الذين يدفعون إلى هذا الخيار، بأن يجلس الجميع على مائدة طاولة واحدة، وأن تكون تركيا هي الدولة التي تضمن الصورة. أمن وسلامة العملية الانتقالية في أفغانستان. وضحت الصورة أستاذ روح الله. أختم معك، ومعذرة بقي معي دقيقتان أو أقل من ذلك، من فضلك، هل من الناحية العملية تملك طالبان القوة العسكرية والمشروع السياسي والرؤية الاستراتيجية التي تؤهلها للسيطرة أو حكم أفغانستان من جديد برأيك، إذا ما حضرت النية؟ اصلا انا على ما اظن ان حركه طالبان لا تنوي ان تسيطر على افغانستان عسكريا بالقتال. حركه طالبان منذ البدايه تريد ان تجلس جميع الافغان على طاوله واحده وان تنتهي هذه المعاناه، ولكنه لا يمكن ان يكون الهدف الرئيسي هو الجلوس فقط على طاوله المفاوضات. حركه طالبان قدمت ملايين الشهداء والجرحى في سبيل تنفيذ الشريعه الاسلاميه في افغانستان، وبعد ذلك جلوس على طاولة واحدة. فمن يطالب حركة طالبان بأن تجلس مع الحكومة الأفغانية على طاولة واحدة دون قيد وشرط هو كلام خارج عن الدائرة العقلية، لأن الجلوس على طاولة المفاوضات أو على طاولة واحدة كان يمكن في 2001 أيضا، ولكن الفرق بين التضحيات 20 سنة، والفرق بين 2001 كان فقط أن حركة طالبان الآن مسيطرة على الأرض الواقع، وهي تريد تنفيذ الشريعة، وحكومة لجميع الأفغان، والحكومة الأفغانية تريد فقط أن تكون الحكومة أفغانية، وتجلس حركة طالبان كحزب سياسي صغير، ثم لتكون له حكومة، لها حكومة يوما ما، ثم ليسقطها الجيش كما حدث مع أخوان المسلمين. وهذا من يتصور، ومن يتصور هذه الأشياء فعليه أن يفكر في تاريخ حركة طالبان، وهذه الأشياء وهذه المكاسب لن تتحقق يوما
بل لو فهمت حركة طالبان أشكره. سوف تسقط الحكومة بالقوة إن شاء الله. ونحن بدورنا نتمنى الخير كل الخير لأفغانستان. أشكر ضيوفي الكرام في ختام هذه الحلقة، فضل الهادي وزين رئيس مركز أفغانستان للدراسات والإعلام، وروح الله عمر الخبير بالشؤون الأفغانية، وبراء خالد هلال الصحفي المتخصص بالشؤون الباكستانية والأفغانية محافظ الألقاب. شكرا لكم متابعينا الكرام، دمتم في حراسة الله.